إنسانية وسعداء أكثر بهذا الحضور الكبير الذي يتقاطر على فضاءات المهرجان لإحياء فعالياته المتنوعة، كما نسعد بالمنجز الوطني الذي تحقق للمهرجان وهو تتويجه بالإدراج ضمن قائمة الإسيسكو باسم المملكة المغربية الشريفة. تشاهدوا معنا اليوم كنعيش انطلاق فعالية المهرجان الدولي ماطا الفروسية اللي كيعيش الدورة ديالو 12 تحت شعار ماطا تراث لا مادي أصيل وفضاء لتبادل الثقافات الإنسانية. اليوم الحمد لله تعلن على انطلاقة الفعاليات اللي غتستمر 3 أيام ببرنامج متنوع وحافل. الحمد لله كما كتشاهدوا معنا حضروا وفود كبيرة، حضرت السيدة الوزيرة، حضر السيد الوالي، السيد العامل، حضروا شخصيات من مختلف الدول، هيئات ثقافية، حضر السفير ديال إسبانيا. الحمد لله مطال اليوم كما كتشاهدوا معنا صبحت كتشكل واحد الجسر ديال التواصل ما بين الثقافة المغربية وما بين ثقافات الحضارات الأخرى. الحمد لله البرنامج ديال ماطا كما كتعرفوا اليوم بدات الاقصائيات بمشاركه 300 خيال من المنطقه. انطلاقه ديال مباراه ديال الفروسيه ديال ماطا مرت في اجواء تنافسيه ممتعه. الحمد لله الزوار اللي جاوا ولا الحضور ولا ابناء المنطقه كاملين فرحانين وشاركوا معنا في هذا الاحتفاء هذا ديال التراث المغربي الاصيل اللي كتجسدوا ماطا. مرحبا بكم للمهرجان الدولي فروسيا اللي يقام تحت رعايه جلاله الملك محمد السادس نصر الله. هذه الرعايه هذه اللي نتشرف بها منذ 12 سنوات جعلت بانه ماطا اليوم صبحت مسجله في التراث ديال اليسيسكو. التراث اليسيسكو لانه ماطا تراث عريقه اللي الاصل ديالها ماجي من الملك عبد السلام بن مشيش من القرن 12، وذا اعتراف من 54 دوله اللي كتعترف بهذه اللعبه هذه. ثم حضرتوا معنا بانه في الملك عبد السلام غالبا كتحضروا معنا تنتوما بعمارات بعد المواسم، فاحنا كان الدور ديال الشرفه والدور ديال الرساله المشيشيه الشاديه هي رساله ديال السلم. فانتما شفتوا بانه كاين عدد من الشخصيات من الدول الاوروبيه اللي كيحضروا معنا ومن ديانات اخرى اللي كيجيو اللي كيمثلوا ديانات اخرى اللي كيجيو يحتفيوا معنا هذا الموسم الرياضي، موسم روحي، موسم ثقافي. فغادي تكون ان شاء الله غدا ندوه حول التراث ولكن كذلك حول الإنسانية بصفة عامة، في غادي يحضروا عدد من الشخصيات من ديانات أخرى، لأن الدور ديال كذلك ديال المهرجان والدور ديال الشرفة هو رسالة السلم. رسالة السلم في واحد الوقت اللي هو صعب جدا، لأن كاين حروب اللي كتعرفوها أنتم، ومن هنا كنعملوا نداء للسلم إن شاء الله بإذن الله، ونطلب الله بأنه هالنداء هذا يجيب ربي تيسير فيه إن شاء الله تحت توجيهات دجال الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم.